استعرض محافظ تعز خلال ترأسه اليوم اجتماعا للهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة، استعرض نتائج زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية والنتائج المتعلقة بمتابعة مشاريع الألفية الثالثة لإقليم الجند. وناقش اجتماع الهيئة عددا من المواضيع التنموية والخدمية في المحافظة، وفي مقدمتها أولويات التنمية المقدمة من مجموعة العمل الخاصة بإطار تسريع أهداف التنمية الألفية. وأقرت الهيئة رفع مذكرة لوزارة الداخلية بشأن طلب مركز الإصدار الآلي لاعتماد نفقات تشغيلية، كما وافق الاجتماع على الأعمال الإضافية لموقع مدفع رمضان باعتباره موقعا ثقافيا، واستكمال الإجراءات الخاصة بمياه الصلو. وحالت الهيئة الإدارية الدراسة الخاصة بتسميات شوارع المدينة إلى مكتب الأشغال العامة والطرق.